السلام عليكم شباب معكم ديسنجر اول جديد في هذا الفيديو راح اشرح لكم كيف تقدر تطلع السهم الديب وان شاء الله يكون الشرح سهل وبسيط طبعا اذا ما تعرف تطلع السهم العادي راح تشوف الرابط في الديسكربشن تحت شوف الفيديو وتعال الى هذا الفيديو طبعا حق تطلع سهم الديب لازم تضغط على اربع صور في البدايه حق تحصل الكوست طبعا هذاك شفت المكان الاول وهذا المكان الثاني مشكله الصور ان الاماكن الصور ما تتغير بس الصوره نفسها تتغير يعني اللي عليك تحفظ الاماكن وتحفظ ترتيب الصور زي ما شفتون هذا الخيل الحين عندنا الثاني وذاك اللي كان عندي الذيب الاول والصوره الثالثه راح تكون عندنا الرعد اللي فيها جبل والاخير راح تكون المره العجوز اذا حفظت الترتيب واماكنهم راح يكون الامر سهل وبسيط يمكن هذه بالنسبه اصعب خطوه هذه يمكن احس في هذا ريكوست مره سهل سهل مره سهل هذا السهم وينفعك بشكل كبير فزي ما تشوفون اذا نزلت تحت هذيك راح تضغط على الصوره وراح في صوره تكون فوقها على طول مباشره اذا خلص هذه الصور كلها أربعة، اللي عليك تسوي تروح تستلم السهم مكان استلام السهم جنب الهرم تاخذه وراح تنتقل الى الخطوة اللي بعدها الموضوع مرة سهل وبسيط يعني ما في اي تعقيد اذا اخذت السهم اللي عليك تسوي تلبورت تروح للصاروخ وتشوف فوق الجبل مقابل الصاروخ راح تشوف علم هذا العلم لازم تضربه بالسهم وراح يطلع لك جمجمة الذيب وراح تنتقل للخطوة بس انتبه لا تموت او تجيب الفيلم زي ما سويت انا كنت العب وكنت يعني ما كان عندي جيجن وجاي هني بسرعة باخذها وانتبهت وحاصروني ما انتبهت وحاصروني في الزاوية وقتلوني بس المرة الثانية زبطت معي فاكيد لازم من كل ما واحد لعب زومبي لازم تشيلي كذا فهو ما يركز شوي وتروح عليه المهم هذا الزومبي اخذنا اي هذي الزومبي هذه الجمجمة اخذناها الحين وروح ننتقل للخطوة اللي بعدها طبعا الخطوة اللي بعدها تروح إلى الصندوق مال السهم الذيب راح تشوف فيه هيكل عظمي جنبه تضغط عليه مربع راح يطلع لك ذيب طبعا أكيد راح تسمع يعاوي اللي عليك تسويه تمشي وراه راح يروح إلى ثلاث أماكن مختلفة كل مكان راح يحفر فيه إذا حفر تقتل الزومبي اللي جنبه راح يسحب الروح اللي بعدين راح يحفر في مرة ثانية راح تاخذ من زي القطعة بس ما راح تبين عندك بس راح تسمع صوت يعني يحفر تاخذ تاخذ شيء ما يبين بس يطلع لك صوت يبين لك انه انت اخذته وراح تشوف الذيب يمشي الى الحفره الثانيه طبعا في ثلاث اماكن للحفر وراح اخلي فيديو يمشي سريع حق تعرف ثلاث الاماكن طبعا اذا ضاع عليك الذيب الموضوع سهل ترجع تحت عند الصندوق راح تشوفه وتمشي الخطوه اللي وقفت عندها ما راح يعيدك من البدايه هذا احسن شيء فاذا خلص معكم الذيب شباب راح ايش تسوون راح تشوفون يوقف في هذا المكان يحك في الجدار الموضوع سهل وبسيط الا عليك تسوي راح تشوف في فوق فتحه في الجدار تضربها بالسهم راح تشوف طبعا العلامة طلعت وراح يطلع لك زي الحافه كده او زي الطرف توقف عليه فانتبه لا تنحشر من الزومبي في هذه الزاويه اذا وقفت عليه راح تشوف هيكل عظمي يعطيك سهم هذا شوف الهيكل العظمي بس انا تاكدت انه واحد وما حد وراي يقتلني حاقيب اخذت العلم اخذت آه العلم اخذت السهم وبس تنتقل للخطوة الأخيرة هذا كل شيء تحط السهم في الصندوق وتقتل جميع الزومبي وراح تستلم السهم ونقول عليك بالعافية طبعا مميزة هذا السهم في ثلاث مميزات إنه يثبت الزومبي ويقتل الزومبي ويفتح لك طريق من الزومبي يمكن تقول لي كيف حبيبي انت فهي ولا شنو سالفتك احنا رويك كيف وبراحة طبعا رويك فيديو كيف تقتل الزومبي بالسهم اذا تضربه في الارض الزومبي راح يموت حواليه واللي بعيد شوي راح يثبت اذا تضربه مثلا قد كان رصاص عادية راح يفتح لك مجال كبير وخليك تعبر بين الزومبي كلهم هذا مرة مرة ممتاز اذا حشرت ولا انت واخوياك تبي تطلع من الزحمة كذا شوف زي ما سويت ترمي سهم تطيرهم كلهم والله السهم بالنسبة لي انا اشوف شيء حلو بس ينفع الراوندات العالية حق تعيش ما يقتل الزومبي هذا الأحسن بالنسبة لي فتقريبا كل شباب وصلنا لهذا الفيديو اتمنى اعجبكم واستفدتم منه فطبعا بكره راح اجيب لكم سهم ثاني واللي بعد راح اجيب لكم السهم الثالث والسهم الرابع واشوفكم على خير في الفيديو الجاي السلام عليكم